ابتسم عبد المعز. ابتسم هسه قبل شويه قال لك مؤيد ابتسم. استاذ مؤيد قال لك ابتسم ابتسم اكثر من هيك ترى يزعل علينا استاذ مؤيد اكثر من شنو رسمي شنو ابو الهول رسمي رسمي ها رسمي انت لا رسمي يعني شنو الرسمي بالله الرسمي يعني لابس زي رسمي لو يعني شخصيه بس انت انا اقول لك مؤدب ولطيف ومحترم والله يحفظك ان شاء الله تسلم هذا من ذوقك تحيه لاخونا عبد المعز